هذا الاجتماع كان واحد هو لقاء تواصلي إخباري بشأن إعداد واحد الوثيقة اللي كتعتبر مرجعية في إنجاز مخطط تنمية إقليم النواصر. كما تبعته كنعرف رئاسة رئيس المجلس الإقليمي السي جدي عبد العزيز بحضور السيد العامل اللي نوروا اللقاء بحضور فعاليات المجتمع المدني ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص من أجل يعني خلق واحد لقاء تشاركي تشاوري من أجل إعطاء الفرصة لكل واحد من أجل يدلي بالدلو ديالو. هذا اللي ندرج كله كيصب في واحد المصلحة وحدة اللي هي مصلحة من المواطن إلى المواطن، لأن المواطن اللي كتعتبر صلب هذه الاهتمامات، لأن أي تنمية ولا أي تفكير في خلق أي تنمية لا بد تكون الهدف ديالها هو المواطن. كانت مجموعة من التدخلات، ولكن اللي خص يعرف الجميع بأن المجلس الإقليمي والمجلس الإقليمي بصفة عامة عندها اختصاصات محدودة، اختصاصات اللي ما يتخيط الحاجيات مثلا قطاع الصحة، في قطاع التعليم، في قطاع السكان، كاين إصلاح وصيانة المسالك في العالم القروي، كاين التعليم. في مجال التعليم المجلس الإقليمي كان سباق، هذا واحد البادرة، ما تسناش هذا المخطط التنمية حتى يجي ويخرج، خلينا واحد البادرة لأن من أجل محاربة الهدم المدرسي، وهذا في إطار البرمجة ديالو للسنتين الماضيتين، البرمج شراء اقتناء 10 سيارات من أجل النقل المدرسي، وحتى هذه السنة في التقدير ديالنا برمجنا ثاني شراء واحد 10 سيارات. ولكن بالنسبة للمشاريع الأخرى اللي المسالك الطرق الإنارة العمومية، خلينا هذاك الفائض من أجل باش تخرج الوجود هذا المخطط التنمية، باش يكون هذاك الشيء في إطار انسجام وتوافق مع المخطط. أي عمل بدون مخطط يكون منظم ما كتعطيش نتائج. المخطط بالنسبة لإقليم النواصر، لأن يعتبر إقليم النواصر هو بواد الدار البيضاء اللي خارج من إقليم النواصر ويدخل من إقليم النواصر، بالإضافة أن كاين مطار محمد الخامس، كاين مجموعة الجامعات دار بوعزاب وزكورة ولاد عزوز، كلها عندها خصوصية ديالها. فإلا خدينا هذا المخطط ودرناه بالنقاط اللي هي قابلة للتحقيق والتطبق، فبطبيعة الحال النتائج غتكون محمودة وتكون مقبولة عند المواطنين.